أي زلزال من المسلمين ومن المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 20 من علامات، رقم 20 من علامات حسن الخاتمة، الموت بداء البطن. والحقيقة الموت بداء البطن العلامة ديت أنا عن نفسي صبرتني جدا، صبرتني بجد، لأن أم الله رحمها ماتت بداء البطن، ماتت بداء البطن، جالها مرض سبب لها حمى في البطن، وبرضو كان معها مشاكل تانية في القلب سببت انسداد في الشريان التاجي إلى غير ذلك، فماتت بداء البطن وماتت وهي تصلي، كما سأذكر إن شاء الله قصتها في نهاية قصص مسك الختام إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من مات في البطن فهو شهيد، والحديث رواه مسلم. ايه ما ايه داء البطن او يعني داء البطن يعني ايه؟ اللي بيصاب بمرض زي الكليه، فشل كلوي او فشل كبدي، او يموت بداء في المعده او في المرض او في المريء او في البنكرياس في هذه المنطقه، فهو داء البطن، واسال الله عز وجل ان يرحم جميع موتى المسلمين. رقم 21 المراه تموت في نفاسها. تعالوا نعيش مع فاصل قصير جدا بيورينا شويه مشاهد كده لحسن الخاتمه، عيشوا معاها بقلوبكم ثم نرجع مره اخرى عشان نذكر لكم الصور المشرقه، فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا لحسن الخاتمة علامات يعرف بها أهل الطاعات، وتشهد لها آخر الساعات، فإن آخر ساعة في حياة الإنسان هي الملخص لما كانت عليه حياته كلها. قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة، فلئن رحمت فأنت أرحم راحم، وبحار جودك يا إلهي زاخرة. آنس مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تبدو ناخرة. يا من الموت موعده والقبر بيته والثرى فراشه والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ فوا أسفا على صلاة فائتة، وعلى صيام ضاع بلا فائدة، فكن ممن استعملهم الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح قبل موته. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها.